بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن
كنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
يجزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أن وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم
أَمَامَكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَمَا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون What?
يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.